أما بالنسبة لسؤال أخينا الحبيب الذي يسأل عن العمرة بإيجاز شديد، الأول يعني أرجو من أخينا الكريم ألا واطلع على أي كتيب من الكتيبات الصحيحة ليتعلم المناسك صحيحة، فهذا أولى وأكمل، لأنه ربما لو ذكرت له الآن المناسك ربما ينسى. لكن على أي حال أقول، إن كنت ستسافر بالطيارة من هنا فبمحاذاة الميقات الذي هو رابغ، وأنت في الطيارة حتسأل عن الميقات إن كنت من ستسافر بالطائرة أو حتى بالباخرة أو حتى بالباص، إن كنت بالباص وبالقرب من الميقات اللي هو رابغ أو حتى بمحاذاته، ففي هذا الميقات بتحرم، تحرم بتغتسل وتلبس ملابس الإحرام ثم تقول لبيك عمرة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين سنة الإحرام، لم يثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام. ثم تقول لبيك عمرة وتبدأ تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة وتدخل إلى المسجد برجلك اليمين، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مغفر للذنوب وافتح لي أبواب رحمتك، كما تقول في أي مسجد هنا، وتبدأ بالطواف. أول ما تطوف طواف القدوم بتكشف الكتف الأيمن فقط عند طواف القدوم، وهذا اسمه الاطباع، هذه سنة. وتبدأ الطواف من أول الحجر الأسود سبعة أشواط، ما فيش دعاء لكل شوط، بل ادعو الله تبارك وتعالى بما يسر الله لك. الدعاء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام بين الركن والمقام، يعني بين الركن اليماني والمقام يعني الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادعو الله عز وجل بما فتح الله به عليك من دعاء. فإذا طفت سبعة أشواط صلي ركعتين وقد غطيت كتفيك خلف المقام أو في أي مكان في بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك ابدأ السعي بين الصفا والمروة، اصعد على الصفا وتوجه إلى الكعبة وقل لا إله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء ثلاثا، ثم اشرع في السعي بين الصفا والمروة، وعند الضوء الأخضر الميلين الأخضرين هرول أي أسرع الخطى وقل رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. هذا ثابت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتيت المروة فقل مثل ما قلت عند الصفا، إن الصفا المروة من شعائر الله إلى آخره، سبعة أشواط تبدأ بالمروة بالصفا وتنتهي بالمروة، وبعد ذلك تحلق شعرك أو تقصر، والحلق أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وبذلك تكون قد أديت العمرة. وأكرر النصح أن تصحب معك كتابا صحيحا، كتابا صحيحا من الكتب المحققة، حتى إن نسيت شيئا عليك أن تراجع وأن تعاود النظر لتؤدي العمرة صحيحة على منهج وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ولا تنسنا هنالك من صالح الدعاء. شرط البيشة، البيشة الغطاء الذي تلبسه الأخت المسلمة على وجهها إن كانت منتقبة، فلا يجوز لها أن تنتقب في الإحرام، لا يجوز لها أن تلبس النقاب والقفازين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فلقد نهيت المرأة المحرمة عن لباس النقاب خاصة كغطاء مخصوص للوجه، والنقاب ما سمي النقاب نقابا إلا لوجود نقبين بمحاذاة العينين. المرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، أما إن كانت في حضرة الرجال الأجانب فلها أن تسدل جلبابها أو خمارها على وجهها، أو هذا ما يعرف بالبشة التي تربطها الأخت على جبينها من أعلى وعلى رأسها من أعلى وترفعها، فإن مرت بالرجال أو مر عليها الرجال فلتنزل هذه البشة أو هذا الغطاء من على رأسها على وجهها، كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة، والحديث في سنن أبي داود، وإن كان في سنده ضعف لكن له شاهد من حديث فاطمة بنت المنذر رحم الله الجميع عند الإمام مالك وعند أبي داود أيضا وغيرهما، فلها أن تسدل جلبابها أو خمارها أو هذا الغطاء الذي يعرف بالبشة على وجهها. أما النقاب الذي ثقب فيه ثقبان بمحاذاة العينين فلا ينبغي، لا يجوز للأخت المنتقبة المحرمة أن تلبسه أثناء إحرامها. أرجو أن تكون المسألة واضحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال. أخ يسأل عن معنى الإحصار، الإحصار نعم، من فاته الحج خلاص معروفة، لكن رجل أحصر في الحج
الله تبارك وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار أن يعقد الرجل النية، خلي بالك، وأن يلبس الإحرام، وأن يحال بينه وبين إتمام النسك. في هذه الحالة يلزمه دم جبران، في هذه الحالة يلزمه دم جبران. فرق بين دم الهدي وبين دم الجبران. أما خلي بالك، أما إن اشترط عند الدخول في النسك بالنية فلا هدي عليه. إن اشترط عند الدخول في النسك، إن غلب على ظنه أنه سيحصر. أما إن كنت تعلم أنه لا إحصار فليس من السنة أن تشترط. النبي عليه الصلاة والسلام علم ضباعة بنت الزبير الاشتراط لأنها خشيت ألا تتم نسكها. فإن كنت تعلم أن إحصارا ما قد يحول بينك وبين إتمام النسك فاشترط. ماذا أقول؟ قل مثلا إن كنت قارنا ودخلت في النسك وقلت لبيك عمرة وحجة، والأولى لبيك عمرة وحجة، ولا حرج إن قلت لبيك حجة وعمرة، لكنك في هذه الحالة تدخل الحج على العمرة، فالأولى أن تقدم العمرة على الحج. لبيك عمرة وحجة، اصبر من أتكلم، لبيك عمرة وحجة، فإن حبسني حابس فمحلي، مش فمحلي، لا فمحلي أي إحلالي، فمحلي بكسر الحاء، فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. إن اشترطت وأنا أدخل في النسك ثم حيل بيني وبين إتمام النسك فلا هدي عليه. واضح؟ أخونا وابننا بيسأل عن قضية تعدد العمرة، الإكثار من العمرة في سفر واحد. إن أردت يعني الراجح عندي عند الفقير الحقير أنه من السنة أو الأفضل أن تنشئ للعمرة سفرا وأن تحرم من ميقاتك الذي تحرم منه. فلم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم مع شدة شوقهم وحرصهم على الأجر وشدة شوقهم للبيت وللطواف أنهم حين أتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة بعدما حرموا من البيت سنوات طويلة لم يثبت أنهم ذهبوا إلى التنعيم مرة ومرة ومرة ليحرموا بعمرة جديدة، لم يثبت. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أو لعبد الرحمن بن أبي بكر خذ أختك إلى التنعيم فلتحرم من هنالك إلى العمرة، فمن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها قد جاءت محرمة بالحج أصلا من المدينة، جاءت محرمة بالحج أصلا من المدينة، لكنها أراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآها تبكي أن يعود نساء النبي بحج وعمرة وأن تعودها بحج فقط دون العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم جبرا لها لتأتي بعمرة لتعود مع نسائه بالعمرة والحج كما فعلنا. على أي حال بعض أهل العلم يحتج بصنيع أم المؤمنين عائشة على جواز الإحرام للعمرة من التنعيم، والمحققون من علمائنا لا يرون ذلك. فإن أردت أن تأتي بعمرة تامة فعد مرة أخرى إلى ميقاتك وهو رابغ، أو عد إلى ميقات المدينة إن كنت ستذهب إلى المدينة وأحرم من أبيار علي، وأنشئ سفرا جديدا للعمرة الجديدة وعمرتك تامة كاملة. وإن أردت قولا ثالثا أكثر من الطواف إن أديت العمرة، فالعبادة العظيمة هنالك في البيت هي الإكثار من الطواف، والله تعالى أعلم. ومن أصر على القول بقول أهل العلم بالإكثار من العمرة فأنا لا أنكر عليه، فالمسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة. لخمس بقيت من القعدة عام 10 من الهجرة، ونزل الحليفة ميقاتها للمدينة يوم السبت بعد صلاة الظهر، صلى بالناس الظهر في المدينة وذكرهم ووعظهم وعلمهم كثير من مناسك الحج،
ثم ارتحل فنزل في ذي الحليفة بالناس وصلى فيها العصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وصلى فيها الفجر يوم الأحد وصلى فيها الظهر يوم الأحد ركعتين حتى تلاحق الناس، ثم توجه من الحليفة بعد الظهر أحرم بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام، أحرم بالحج وهو جميعا قارنا، وساق معه 63 بدنة، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببقية الهدي 137 صار جميع 100 بدنة ساقها عليه الصلاة والسلام. وكان عند ما بعدما صلى الظهر وبعدما لبس الإزار والرداء وبعد الغسل والتطيب لبى بقوله اللهم لبك عمرة وحج عليه الصلاة والسلام بعدما اغتسل وبعدما لبس الإزار والرداء وبعدما طيبته عائشة بطيب طيب من المسك بعد ذلك لبى بعدما ركب دابته. هذا هو السنة، إذا أتى الميقات يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداء إن كان رجلا وتلبس ملابسها المرأة التي تريد، والأفضل أن تكون ملابس ما تلفت النظر، ملابس غير جميلة حتى لا تلفت النظر. فإذا فرغ كل منهما من ذلك راكب دابته أو السيارة ثم لبى، هذه السنة، يلبي بعدما يركب بعدما يفرغ من حاجاته كلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعد فريضة كان أفضل، لأن الرسول أحرم بعد فريضة الظهر عليه الصلاة والسلام، وإن كان في غير فريضة كالضحى فلا بأس. وذكر جمهور العلماء أنه يستحب له يتوضأ ويصلي ركعتين قبل أن يحرم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وأحرم بعدها، يستحب للمسلم والمسلمة عند الإحرام في غير وقت الصلاة أن يصلي ركعتين مثل الضحى فيحرم بعدهما، هكذا قال الجمهور. ولا أعلم نصا واضحا في ذلك إلا أنهم أخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعد صلاة الظهر، ولأنه جاء في حديث صحيح رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا البلد المبارك فقل عمرة في حجة. قال بعض أهل العلم أن هذا بعمومه يدل على شرعية الصلاة عند الإحرام، ولكنه ليس بصريح لأنه يحتمل أن المراد الصلوات الفريضة التي صلاها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع، إن كان بعد فريضة فهو أفضل، إذا وافق فريضة فهو أفضل، وإن لم يوافق فضيلة بأن كان إحرامه مثلا الضحى، فإذا توضأ وصلى ركعتين وأحرم بعدهما كان حسنا إن شاء الله كما قال جمهور أهل العلم. ولأن الوضوء له سنة، إذا توضأ الإنسان شرع له سنة الوضوء، فيلبس إزاره ورداءه ويتطيب ويستكمل كل شيء، مثلا كان شارب طويل قصة، كان عنده أظهار طويلة علمها، وهكذا يبطف وهكذا عالت، هذا من باب السنة. وإذا فعل هذا في بيته قبل ذلك كفى ذلك والحمد لله. ثم بعدما ينتهي من هذا كله ويتهيأ يركب يركب الدابة أو السيارة، والآن الموجود السيارات والآن الدابات والدواب الآن تركب وتركب بالسيارة، فالسيارة تقوم مقام الدابة، فإذا ركب لبى اللهم لبيك عورة وحاجة إن كان قارنا كفى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى قارنا لأنه ساق الهدي. أما إن كان ما ساق الهدي فالأفضل أنه يلبي بالعمرة، يقول اللهم لبيك عمرة، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج اللهم لبيك حجا، يكفي هذا، هذا هو الأفضل من القران. وإنما يرفع القران لمن ساق الهدي من إبل أو بقر أو غنم. وبعدما يقول هذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعدما بين شكره بعدما لبى بالعمرة والحج. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا مثله، كان يرفعون أصواتهم بذلك وكان يرفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا المشروع رفع الصوت بالتلبية حتى يسمع القريب والبعيد وحتى ينشط الناس ويتتابعوا في هذه التلبية العظيمة اللي فيها توحيد الله وإخلاص له. ولهذا قال جابر رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم في الحليفة أهل بالتوحيد، لأن قوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبية فتقول إلا شريكا ولك تملكه وما ملك، فأبطل الله ذلك بفعل نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا عليه الصلاة والسلام.
فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الشرعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لبى بزيادة لأن قال لبيك اللهم لبيك لبيك إله حق لبيك فقد فرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو لبى بأنواع مما جاء عن بعض الصحابة مثل لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مثل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وما أشبه هذا، كله حق لا بأس. لكن التلبية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولازمها أفضل من غيرها. ولما كانت أسماء بنت عميس قد ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد بن أبي بكر واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتلبي وهي في نفاسها، فدل ذلك على المرأة إذا كانت في النفاس تلبي وهي في النفاس لا بأس. وهكذا الحائض إذا جاءت الميقات وهي حائض تلبي تغتسل. الرسول أمرهما بالاغتسال، أمر أسماء بالاغتسال، وأمر عائشة لما حاضت وأرادت التلبية في الحج قرب مكة فأمرها أن تغتسل. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمر النفساء والحائض بالاغتسال عند الإحرام، فهو سنة للجميع ولو كان لا يرفع الحدث في حق الحائض منه حتى تنتهي، لكنه فيه النظافة والنشاط. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة ومحرمها بالعمرة نزل بها الحيض قبل أن تطوف وتسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة، فصارت قارنة رضي الله عنها وأرضاها. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة ملبيا، وسار معه مسلمون يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى وصل مكة في يوم الأحد الدائر الذي هو دور الأحد الذي أحرم به عليه الصلاة والسلام. وصل مكة صباح يوم الأحد ونزل بذي طوى في طرف مكة وصلى بها الفجر عليه الصلاة والسلام، مات بها عليه الصلاة والسلام، واغتسل فيها أيضا عند دخول مكة. فهو أفضل عند دخول مكة إذا تيسر أن يغتسل، هذا إذا تيسر وليس بلازم. ثم لما اغتسل دخل مكة صلى الله عليه وسلم وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى يوم الأحد عليه الصلاة والسلام رابعا للحجة، رابع شهر ذي الحجة عام عشر من الهجرة، طاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه قارن ومعه الهدي، فلم يحل إلا يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين معه فمن كان معه الهدي فعل فعله، طاف وسعى وبقي على إحرامه فلم يحل إلا يوم النحر. وأما الذين لم يسمع معهم هدي وقد لبوا بالحج أو بالحج غره جميعا فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعله عمره وأن يفسخوا إحرامهم بالحج وبالحج وعمرة إلى العمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة مفردة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا بأمره عليه الصلاة والسلام. ومن كان معه الهدي بقي على إحرامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة دخوله مكة عليه الصلاة والسلام وسيره من الحليفة إلى أن وصل مكة عليه الصلاة والسلام على هذا النحو عليه الصلاة والسلام. والمسلمون تابعوه بهذا عليه الصلاة والسلام واحتجوا بعمله هذا على ما ذكر من هذه الأمور، لأنه صلى الله عليه وسلم المشرع المبين للناس، ولأنه قال للناس خذوا عني مناسككم، هذا هو المشروع كما ذكرنا عنه عليه الصلاة والسلام. كم عدد الجمرات؟ كيف ترمى في أي يوم؟ لا أعرف. الجمرات مرتبطة بالحج، والجمرات يبدأ عملها إنجاز التعبير من يوم العيد. يوم العيد أيها السائل الحبيب أيامها يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد لمن عجل، ورابع يوم العيد لمن استقر في منه. أزيد الأمر وضوح، عندك يوم العيد سبع جمرات، سبع رميات في جمرة واحدة، سبع حصوات لجمرة واحدة. ثاني يوم العيد ترمي ثلاثة، جمرة الكبرى والوسطى والصغرى، كل واحدة من الثلاثة بسبعة يبقى 21. اليوم الثاني الذي يقصده ثالث يوم العيد اللي هو يوم 12 ذي الحج ترمي ثلاث جمرات، كذلك الكبرى الوسطى الصغرى، في كل واحدة منها بسبع حصوات 21. الذي يريد التعجيل يعني لا يجلس في منها إلا يومين، هنا نقول له 49 حصاة، سبعة في أول يوم العيد لجمرة واحدة فقط لا غير، وواحد وعشرين في اليوم الثاني تاني يوم العيد، 21 زيهم 9 يبقى 42،
وسبعة تسعة واربعين. الذي يبقى يوم ثالث اليوم 13 ذي الحجة يزيد واحدا وعشرين يكون العدد 70 حصى. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم حج البيت، أمين يا رب العالمين، أمين. أما التعلق بأستار الكعبة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استلم الركن اليماني واستلم الحجر الأسود، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف إسنادها أنه التزم الملتزم، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف إسنادها، لكن الثابت الصحيح أنه استلم الركن اليماني وهو الركن الأسبق للحجر، واستلم الحجر. واستلام الحجر له ثلاث حالات، خلي بالك، استلام الحجر له ثلاث حالات. الحالة الأولى التقبيل، التقبيل أن تقبل الحجر، ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبله في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلتك. هذا هو الاتباع، ما فيش فزلكة، ما فيش فزلكة، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلتك، أنا متبع رضي الله عن عمر. يبقى هذه الحالة الأولى من حالات الاستلام للحجر، إن استطعت أن تصل إلى الحجر وأن تقبله فقبله، هذا هو الحال الأول أو هذه الحالة الأولى. فإن لم تستطع أن تطال الحجر بفمك فاستلمه بيدك، فإن استلمت الحجر بيمينك فقبل يمينك، ثبت هذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم تستطع أن تقبل الحجر أو أن تطال الحجر بيمينك وأن تقبل يمينك بعدها، فأشر إليه من مكانك الذي أنت فيه بشرط أن تكون بمحاذاته، وكبر ومر، أي وطف. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكعبة في استلام الركن اليماني وفي استلام الحجر الأسود. نعم. حكم المرأة التي ذهبت إلى حج بيت الله الحرام بدون محرم، ذهبت حجها صحيح مع الإثم، حجها صحيح مع الإثم، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالحنابلة والأحناف يشترطون المحرم للمرأة، يشترطون المحرم للمرأة، وهو قول الجمهور، يشترطون المحرم للمرأة، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. فالأحناف والحنابلة يرون أن المحرم شرط في صحة الحج بالنسبة للمسلمة، أما المالكية والشافعية فيرون صحة حج المرأة إن حجت بغير محرم بشرط أن تجد الرفقة الصالحة. والذي أدين به لربي أن المرأة المسلمة إن لم تجد المحرم سقط عنها الحج ولا إثم عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرها على امتثالها لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز ربط الرداء والإزار بدبوس كبير؟ لا، ليس ضروريا، ليس ضروريا ولا يشترط. الأخ يضع الرداء على كتفيه هكذا بدون دبوس وبدون كبسين ولا شيء من هذا، إذ لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر يعني شاقا أو عسيرا لبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وأباح لنا ذلك، فالأمر ليس يعني عسيرا بفضل الله تبارك وتعالى. الأخ يغطي جسده كله بالرداء من أعلى، ولا يحتاج إلى أن يضع الدبابيس المعروفة في الرداء. أما الإزار فلا حرج عليه أن يربط الإزار بهذا الحزام المعروف أو بأي صورة من صور الربط، لا حرج عليه إن شاء الله تعالى في ذلك، حتى يضمن أن يستر بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز عمل عمرة في رمضان والجلوس في مكان الحج دون علم الجهات المسؤولة؟ والجواب لا، لا يجوز لك يا أخي، لا تعرض نفسك للحرج ولا تعرض نفسك للأذى.
وأنا أرى أن أخواننا هنالك معذورون أيضا في تحديد هذه السنوات للمسلمين، لأنه لو ترك الباب مفتوحا لكان الأمر قد لا يتصوره كثير من الناس. فلا حرج على تقوى، قد أفتت هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين جزاهم الله عنا خيرا بتقسيم أو بتحديد هذه المدة الزمنية بعد كل 5 سنوات إلا لمن كانت له ضرورة للخروج في كل عام، كأن يكون عالما يذكر الناس بالمناسك، أو كأن يكون مسؤولا عن خدمة الحجاج، فلا بأس عليه ولا إثم ولا حرج. أما أن يذهب يعني كل عام وأن يضيق المكان على الآخرين ممن لم يؤدوا حج الفريضة، فهذا الأولى أن يحسن إلى غيره وأن يترك فرصة لغيره. فأنا أقول لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للإثم أو أن يعرض إثم المخالفة أو أن يعرض نفسه للحرج أو أن يعرض نفسه للضرر، وربما يقبض عليه وربما يرحل، ولم يأمرك الله تبارك وتعالى بهذا، لم يكلفك الله ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وعلى المسلمين أن يحترموا مثل هذه القوانين التي تنظم أعمال الحج، ولا أرى فيها خرقا ولا خروجا ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قد يتصور البعض، لأن هذه مسألة لتنظيم الحج ول ترتيبه، وإلا لو ترك الأمر هكذا لهلك كثير من الناس مع الزحام القاتل إن لم يوضع له ضابط. وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. رجل حج عليه ديون، هل يسقط الحج عنه حجة الفريضة؟ نعم يسقطه، لا سيما إن كان يملك من المال ما يستطيع به بفضل الله أن يؤدي هذا الدين إن عاد. والأولى له أن يوصي قبل أن يسافر إن كان عليه شيء من الدين ليؤدى عنه إن قدر الله عليه الوفاة قبل تقسيم الميراث. كيف يتم إحرام المسافر بالطائرة من الأردن؟ وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدد المواقيت المكانية، حدد ذا الحليفة لأهل المدينة، وحدد الجحفة لأهل الشام ومصر، وذو الحليفة التي تعرف الآن بأبيار علي أو بأبر علي، والجحفة التي تعرف الآن برابغ، وقرن حدد قرن المنازل لأهل نجد والتي تعرف الآن بالسيل الكبير، وحدد يلملم لأهل اليمن والتي تعرف الآن بالسعدية، وحدد ذات عرق لأهل العراق. ومن أهل العلم من قال بأن الذي حدد ميقات أهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المواقيت المكانية التي حددها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وقال كما في الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس حين حدد هذه المواقيت قال: هن لهن، أي هن لأهلهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فعلى الأخ الفاضل أن يحرم من بيته، بمعنى أن يحرم لا أن يعقد النية، لأن النية لابد أن تعقد بمحاذاة الميقات، إنما له أن يطهر بدنه من الشعر الداخلي وأن يتطيب وأن يلبس الإزار والرداء، والرداء هو الذي يغطي الجزء الأعلى والإزار هو الذي يغطي الجزء الأسفل، وأن يكون مستعدا وأن يركب الطائرة، وقبل الميقات بدقيقتين أو ب3 دقائق يبقى جالس وقد تأهب واستعد نفسيا. فإذا سمع المضيف أو الطيار يقول أنتم الآن بمحاذاة الميقات، يدخل في النسك كما بينت بالأمس، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان قد نوى التمتع، لبيك عمرة يعني عمرة وحجا إن كان قارنة، لبيك حجا إن كان مفردة، وبذلك يكون قد دخل في النسك ويشرع في التلبية، ثم يؤدي بعد ذلك بقية أعمال الحج التي بينتها بالأمس بالتفصيل. وأسأل الله القبول. في الطواف وضوء ينتقض أكثر من مرة ويصعب تجديد الوضوء في الزحام، مع العلم أني امرأة في سن الشباب، وهل يشترط في السعي الوضوء؟ أرجو الرد. لقد بينت هذه المسألة بالأمس وقلت بأن جمهور أهل العلم يشترطون الوضوء للطواف، يشترطون الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للطواف، هذا قول الجمهور. أكرر، جمهور العلماء يشترطون الطهارة من الحدث أصغر والأكبر للطواف. كلام جميل. لكن لو اضطرت أخت فاضلة كهذه الأخت السائلة وهي فتاة في سن الشباب كما ذكرت، فلا ينبغي على الإطلاق أن تحدد المسألة في سن معين، فالضرورة تقدر بقدرها. إن اضطر الرجل المسلم أو اضطرت الأخت في الشوط الثالث أو الرابع أو الخامس أو في أي شوط من الأشواط انتقض وضوءها أو انتقض وضوءه، وفي هذا الزحام القاتل الشديد
لا تستطيع الأخت أن تخرج لتتوضأ وأن تعود مرة أخرى لتكمل الطواف، فأقول لها أكمل الطواف وطوافك صحيح إن شاء الله تعالى ولا شيء عليك. وهذا قول الأحناف ورواية من روايتين للإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. وهذا من باب التيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وما أروع وأجمل قولة الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فمن رحمة الله أقول لأختنا الفاضلة أكمل طوافك حتى ولو انتقض وضوءك، إن عجزت في زحام شديد عن أن تخرج لتجديد الوضوء والعودة إلى الطواف مرة أخرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول. في الطواف وضوء ينتقض أكثر من مرة ويصعب تجديد الوضوء في الزحام، مع العلم أني امرأة في سن الشباب، وهل يشترط في السعي الوضوء؟ أرجو الرد. لقد بينت هذه المسألة بالأمس وقلت بأن جمهور أهل العلم يشترطون الوضوء للطواف، يشترطون الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر للطواف، هذا قول الجمهور. أكرر، جمهور العلماء يشترطون الطهارة من الحدث أصغر والأكبر للطواف. كلام جميل. لكن لو اضطرت أخت فاضلة كهذه الأخت السائلة وهي فتاة في سن الشباب كما ذكرت، فلا ينبغي على الإطلاق أن تحدد المسألة في سن معين، فالضرورة تقدر بقدرها. إن اضطر الرجل المسلم أو اضطرت الأخت في الشوط الثالث أو الرابع أو الخامس أو في أي شوط من الأشواط انتقض وضوءها أو انتقض وضوءه، وفي هذا الزحام القاتل الشديد لا تستطيع الأخت أن تخرج لتتوضأ وأن تعود مرة أخرى لتكمل الطواف، فأقول لها أكمل الطواف وطوافك صحيح إن شاء الله تعالى ولا شيء عليك. وهذا قول الأحناف ورواية من روايتين للإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. وهذا من باب التيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وما أروع وأجمل قولة الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فمن رحمة الله أقول لأختنا الفاضلة أكمل طوافك حتى ولو انتقض وضوءك، إن عجزت في زحام شديد عن أن تخرج لتجديد الوضوء والعودة إلى الطواف مرة أخرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول. سؤال غريب يا فضيلة الشيخ، وهو كيف أعلم أن حجتي تقبلها الله؟ ليس غريبا، بل سؤال يجب على كل حج أن يسأله لنفسه وأن يطرحه على نفسه وأن يعلم هل تقبل الله منه الحج أم لا. وأنا أقول ربما يكون جوابي أنا أغرب إن قلت لك بكل أسف ربما لا يسأل كثير من الناس نفسه هل قبل الله من الحج أم لا، وهل أحرم قلبي كما أحرم بدني. غريبة شوي، هو القلب له إحرام؟ أيوة، في محظورات للإحرام، لما تلبس الإحرام في محظورات للإحرام على البدن، ممنوع تضع ملاصقا، وممنوع تقص الشعر، وممنوع تضع الطيب، وممنوع تقص الأظافر، وممنوع تقترب من الزوجة، ولا دواعي الجماع، ولا الجماع، ولا الخطبة، ولا الصيد، ولا في محظورات للبدن. كذلك يا أخي أنا بقولش إن في محظورات للقلب، النبي قال في محظورات للقلب، لا، في إحرام للقلب كمان. يجب عليك أن تبحث عن قلبك، هل أحرم؟ هل طهرت قلبك من الشرك، من الشك، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من الباطل، من الفجور، من الهوى؟ هل أحرم القلب لله؟ هل استشعر القلب عظمة هذه الشعائر وقدر هذا النسك الذي تلبس به البدن، أم أن البدن يؤدي حركاته خلاص؟ هل بالفعل بعد الحج أصبح إنسانا آخر يختلف تماما عن الإنسان الذي كان قبل الحج؟
أم أنني عدت إلى ما كنت عليه قبل الحج من تضيع للصلوات وأكل للحرام ومشاهدة المباريات وللأفلام وللأغاني الفاضحة وللأفلام الماجنة وللمجلات العارية؟ أعود إلى النصب وإلى الدجل وإلى الكذب أم أعود إلى الصدق وأعود إلى الصلاة وأعود إلى التوحيد وأعود إلى السنة وأعود إلى قيام الليل وأعود إلى الآخرة لأغرس وأنا في الدنيا للآخرة؟ هذه علامات القبول يا أخي، هذه علامات القبول، أن أصبح إنسانا آخر يختلف تماما عن الإنسان الذي كان قبل أن يسافر إلى بيت للحرام. مش بمجرد مخلع ملابس الإحرام هناك أرجع إلى ما كنت عليه من سوء الخلق. فهذا فليفتش الإنسان فعلا في حجه هل قبل أم لا. علامات القبول أن تنتقل من طاعة إلى طاعة، أن تصبح إنسانا آخر، أن يطهر قلبك وأن يطهر بدنك وأن يعف لسانك وأن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد. لا يمكن على الإطلاق أن يكون يوم الصائم كيوم فطره، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون الحج بعد حجه لبيت الحرام كحاله قبل حجه لبيت الله الحرام. لا لا، وإلا فليبحث كل حاج عن حقيقة حجه، هل ذهب لله أم ذهب للنزهة أم ذهب للسياحة أم ذهب ليشتري هذا اللقب؟ الحاج فلان ذهب، الحاج فلان أتى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول. بيسأل عن الحجاج اللي بيسافروا إلى الحج معهم كرشينة ومعهم الضمنة ومعهم الشيشة أنا رأيت فعلا ذلك، يعني والله رأيت بعيني، وقد ذكرت لكم ذلك، رأيت بعيني. ويوم عرفة، ويوم عرفة، يعني مش هقول لحضرتك بقى في مكة أو في المدينة قبل النسك، لا في عرفة، والله دخلت أنا من عدت في عرفة، يعني بتجول بين الخيام بقدر ما يعني يمدني ربي من قوة وجهد لتذكير الناس، لأنني بقول المسألة لي أنا دعائي وعبادتي لنفسي، لكن الدعوة للأمة وللغير، وبنيجي في الوقت الأخير يعني نتفرغ للدعاء ونسأل الله القبول. فأنا مررت على خيام وجدت خيمة مجموعة قاعدة بتلعب السلم والتعبان، والله العظيم، فأنا تألمت جدا، فاقتربت منهم وسلمت عليهم وبعدين جلست قلت لهم بس مش جالس أجل ألعب معاكم، أنا بس بقول لكم أنتوا بتعملوا إيه؟ معقول؟ فواحد قال لي يا مولانا اصل اليوم طويل قوي، يوم عرفة طويل، هنشغله بايه؟ قلت له بالدعاء، بالقرآن، بذكر الله، بالاستغفار. معقول تضيع هذه الساعات؟ ده هذا اعظم يوم في العام كله، ده يوم في العام، ده انت يعني اقول لحضرتك ايه، انت تستعد له بكل ما اوتيت من طاقة من قوة، لا سيما قد تفضل الله عليك واختارك واصطفاك ويسر لك الذهاب إلى هذا المكان المبارك. ده رب العزة سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته، معقول هيباهي باللي قاعدين يلعبوا السلم والتعبان، بيلعبوا الكوتشينة، بيلعبوا الضمنة، مسكين شيشة، والله العظيم شيشة في عرفة، يعني تصار بيحط الإحرام ويحط فوق منه الشيشة، ده لا يليق أبدا. واللي مبتلى بهذا بالتدخين أو بالشيشة هو ذاهب إلى هنالك ليسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه على ترك هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا وأن يحفظ إخواننا من شر كل شر ومن شر كل ذنب ومعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يشترط السواد؟ لا يشترط السواد، لا يشترط لبس السواد في الإحرام، وكذلك لا يشترط لبس اللون الأبيض في الإحرام كما يفعل كثير من أخواتنا. أما إن كانت الأخت الفاضلة، إن كانت أمنا أو أختنا من عادتها أن تلبس اللباس الأبيض فلا حرج عليها أن تلبس الأبيض، وإن كانت تلبس الأسود فلا حرج عليها أن تلبس الأبيض. وقد ثبت أن السيدة عائشة رضي الله عنها أحرمت في ثوب معصفر، يعني يميل لونه إلى اللون الأصفر أو يميل لونه إلى اللون البيج، هذه أم المؤمنين عائشة، فلا حرج إن شاء الله تعالى أن تلبس الأخت الفاضلة أي لون من الملابس، بشرط أن لا يكون اللباس ملفتا للأنظار، وبشرط أن يكون اللباس مشتملا على شروط الحجاب الشرعي، أن يكون طويلا وأن يكون فضفاضا وأن لا يكون معطرا وأن لا يكون ثوب شورى إلى غير ذلك من الشروط التي يجب أن تتوفر في ثوب المرأة المسلمة في الحج في ملابس الإحرام أو في غير ملابس الإحرام. أما الأسود فلا يشترط أن تلبس الأسود، وإن كان من عادتها أن تلبس الأسود فلا إثم عليها ولا حرج إن شاء الله تعالى. يسأل عن إخواننا الذين يركبون الطائرات ولا ينبه عليهم في الطائرة
أنهم قد حاذوا الميقات ماذا عليهم؟ أقول على الأخ في مثل هذه الحالة أن يحتاط لنفسه، كما قال شيخنا ابن عثيمين وغيره، على الأخ في مثل هذه الحالة أن يحتاط لنفسه، بمعنى أن يكون على كرسي الطائرة بملابس الإحرام، بملابس الإحرام، وأن يسأل هو، لا ينتظر أن يذاع له أو أن ينبه عليه، بل هو ما خرج إلا للنسك، فلا ينبغي أن ينشغل عن النسك، هو بملابس الإحرام يلبس الإزار والرداء ومتوضئ، ولا مانع أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، إذ أن الإحرام ليس له سنة كما هو قول المحققين من أهل العلم، وعليه أن يكون جالسا مستعدا، فإن ركب الطائرة فعليه أن يسأل المضيف ويقول له: يا ترى كم باقي من الزمن ومن الوقت على محاذاتنا للميقات؟ أول ما تجلس أقول لك: والله إن كنت في مصر لسه قد كده، إن كنت في المدينة وطلع المدينة أقول لك لسه قد كده، يبقى أنت مستعد للوقت، وقبل دخول الوقت بدقيقتين أو ثلاث دقائق أو حتى خمس دقائق من باب الاحتياط، لو أنك دخلت في النسك فلا شيء عليه، ولو نودي عليك أثناء محاذاتك للميقات فحينئذ يجب عليك أن تدخل في النسك في هذه الساعة، حتى ولو كنت قد عقدت النية على الدخول في النسك قبل أن تصل الميقات بثلاث دقائق أو بأربع دقائق من باب الاحتياط للنسك. واضح يا شيخ؟ طيب، هل يجوز أن أساعد أمي بمال في الحج علما بأن مالي غير طيب؟ إن كان مالك أخي الكريم مالا مختلطا فيجوز أن تساعد أمك إن كانت تحتاج إلى المال، وتكثر الوالدة جزاء الله خيرا من الصدقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولنجتهد أن تكون النفقة في الحج كاملة من الحلال الطيب، فإن اضطرت الأم إلى أن تأخذ شيئا من مالك إن كان مختلطا فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى ولا حرج. أما إن كان المال حراما وأنت تعلم حرمته الكاملة ولا يوجد فيه شيء من الحلال، فلا يجوز للأم إن كانت على علم أن تأخذ شيئا من هذا المال، وهي ليست مستطيعة إن كانت لا تجد النفقة كاملة، ويسقط عنها الحج، ويسقط عنها الحج، لقوله تبارك وتعالى: لمن استطاع إليه سبيله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والحج بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، لمن استطاع إليه سبيلا. فإن كانت لا تملك الزاد ولا تملك النفقة ولا تملك الراحلة، يعني ما تستعين به على السفر الآن، فلا حج عليها إن شاء الله تعالى، ولا يقال لها خذ النفقة الحرام واذهبي لحج البيت الله الحرام، حتى ولو كانت حجة الفريضة، لأنها ليست من المستطيعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب. أما إن كان المال مختلطا فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله القبول. أخت تسأل بتقول: سنحج إن شاء الله في هذا العام بالطائرة، فمتى نحرم؟ قبل صعود الطائرة أو بعدها؟ وما هي صيغة الإحرام؟ ولها سؤال آخر. أولا يعني نتحدث عن متى يحرم من يسافر للعمرة أو الحج بالطائرة. الحمد لله، يعني القائمون على شركات الطيران يبلغون الناس قبل حتى دخول أو الوصول إلى مكان الإحرام بفترة ربما تصل إلى 20 دقيقة وأحيانا إلى 30 دقيقة، يعلمون المعتمرين والحجاج بقرب الميقات الذي سيحرمون منه. لماذا؟ حتى يهل بالنسك الذي يود أن يتلبس به. وطبعا الإهلال بالنسك يسبقه أن يتجرد الإنسان من الملابس العادية التي يلبسها ليلبس ملابس الإحرام، وهي المعروفة بالإزار والرداء. متى يلبس ذلك؟ في الحقيقة الذي يركب الطائرة يصعب عليه أن يرتدي هذه الملابس في داخل الطائرة، وهذا أمر بدهي عقلي. ولو قلنا لكل الناس اللي في الطائرة سواء كان عددهم 300 أو 400 أو 500 أنت تحرم من الطائرة لتعذر ذلك، وبالتالي لا حرج أبدا من أن يلبس المحرم. طبعا المرأة تهل بالحج في ملابسها العادية، ولكن الرجل يتجرد من المخيط، من الثياب العادية التي يلبسها، ويلبس
الإزار والرداء في المطار قبل صعود الطائرة، فإذا أعلم بعد ذلك بمكان الميقات عليه أن يهل فيقول، تسأل تقول صيغة الإحرام إيه؟ صيغة الإحرام تكون على حسب النسك الذي أنا سأفعله، والأنساك كما هو معلوم في الحج ثلاثة سأذكرها باختصار، إما أن يفرد الإنسان بالحج أو يحج حج التمتع أو يقرن بين العمرة والحج. فإن أراد الحج وحده فليقل لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. وأهل العلم يقولون بأن الإنسان إن كان مريضا أو خاف عورة في الطريق أو كانت عنده بعض المشاكل التي يتوقع أن تصادفه أو تقابله في الحج فلا حرج في أن يشترط فيقول لبيك اللهم حجا، اللهم يسره لي مثلا وتقبل مني ومحلي حيث حبستني. هذا إن أراد الحج فقط. إن أراد التمتع فيأتي بعمرة أولا فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، متمتعا بها إلى الحج. إن كان قارنا لبيك اللهم حجا وعمرة. فهذه هي الصيغة التي يعني يحرم بها الإنسان، ولا شك أن النية محلها الإيه؟ أن النية محلها القلب، ولكن بعد أن يعقد النية عليه أن يلبي، وهذا من الأمور أو المسائل التي قد يغفل عنها بعض المسافرين خاصة وهم في الطائرة أو في السيارة أو غير ذلك، يعني يهل بالحج ثم يسكت. لا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي شعار يقوله الإنسان وفي الحج. ورب العباد سبحانه وتعالى يحب هذه التلبية ويحب من عباده أن يذكروه بها. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في رفع الصوت بالتلبية، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تباح، يعني حتى يعني يصابون ببحة في أصواتهم نتيجة رفع الصوت. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما تقول أختي الكريمة النوم في مزدلفة، ننام على الأرض وكذا، العادة مزدلفة الناس يصلون إليها ليلا، صحيح هي مضاءة ولكن تبقى الأمور، يعني النساء يكونوا لوحدهن والرجال لوحدهم، فإذا لففت نفسك بستر ووضعت رأسك على الأرض مستورة إن شاء الله لا شيء عليك بحول الله وقوته. الحمد لله المسلمون فيهم من الذوق الإيماني والذوق القيمي الأخلاقي، اتفقوا على أن يجعلوا النساء إما بجوار بعض أو أن تكون المرأة حول أهلها، حول ابنها، أبيها، زوجها، أخيها، من فضل الله هم في محيط واحد، فقد تضع رأسها وتستريح وتغطي نفسها إذا أرادت أن تنام. وتقول بالنسبة للوضوء، الوضوء سهل يا أختي، يعني من جبال وأشجار وخيام وأماكن كثيرة، وقد حججنا يا أختي عدة مرات، ونعرف أن النساء الصالحات تجد لنفسها مكانا، حتى لو طلبت من أخت من أخواتك قلت تعالي يا أختي قفي وضعي بيدك هكذا يعني بعباءتك وأنا أجلس وأتوضأ، يعني المرأة المسلمة تعرف كيف تتصرف يا بنتي. ولا نضع صورا من يعني نحاول أن نوقع أنفسنا فيما هو أشبه ما يكون بالمستحيل، لا، الأمور ممكنة وبالإمكان أن يتصرف، أن تتصرف المرأة المسلمة. هل للحج سعي أم يكتفى بسعي العمرة وذلك في حج التمتع؟ لا، بل للعمرة سعي وللحج سعي. خلي بالكم، من نوى التمتع فليعلم أن عليه سعيين وأن عليه طوافين. من نوى حج التمتع فليعلم أن عليه سعيين وأن عليه طوافين. الحج المتمتع يطوف طواف القدوم ويسعى بعد طواف القدوم ويقصر ويتحلل، خلاص هذا هو عمل العمرة، هذه هي مناسك العمرة. يبقى المتمتع الذي يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، مثلا أخ أو أخت مسافرة من مصر أو من الأردن أو من سوريا أو من أي مكان، يوم 4 مثلا ذي الحجة أو يوم 1 ذي الحجة، صعب أو يمكث من 1 ذي الحجة ليوم 8 يوم التروية بملابس الإحرام، يعني فيها مشقة. ما بقولش لا يجوز، لا يجوز، لكن في مشقة عليه أو عليها.
طب تعمل إيه أو يعمل إيه؟ يؤدي العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويترك الحلقة للحج ويتحلل من ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية، ويوم 8 من المكان اللي هو فيه، من الفندق اللي هو فيه أو البيت اللي هو فيه، ينوي الإحرام من جديد للحج، ينوي الإحرام للحج، وعليه يذهب إلى منى يوم 8 يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهو فجر 9 من ذي الحجة ويوم عرفة، ثم يأتي عرفة، ثم يذهب بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، ثم يبيت وينطلق بعد الفجر إلى منى، ثم يرمي الجمرة، ثم يحلق، ثم يذبح لأنه متمتع والهدي واجب عليه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى. خلي بالك، فيطوف، وهذا الطواف طواف الركن، طواف الإفاضة، وهو طواف الحج، إنما الطواف الأول طواف القدوم طواف العمرة، والسعي الأول الذي بعد القدوم هو سعي العمرة، إنما يجب عليه الآن في يوم العيد بقى يوم النحر بعد رمي الجمرة والحلق والذبح. الهدي واجب على المتمتع والقارن، يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى، هذا سعي الحج، وهو ركن أيضا عند الجمهور، يعني هذا السعي أيضا ركن من أركان الحج عند جمهور أهل العلم. يبقى يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج بين الصفا والمروة، ويرجع بعد ذلك إلى منى ليرمي الجمرات الثلاث في يومين أو في ثلاثة إن لم يتعجل، وبذلك يكون قد أدى المتمتع حجه كاملا. وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. الأخت التي طافت وهي منتقبة حول الكعبة للرجال، أقول لها جزاك الله خيرا ولا إثم عليك ولا حرج. والدليل ما رواه أبو داود بسند فيه ضعف من باب الأمانة العلمية، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننتقب مع، أو كانت إحدانا تغطي وجهها أو تسدل على وجهها إذا مر بنا الرجال، فإذا ما جاوزونا كشفناه. لكن دا رواية أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة تتقوى برواية فاطمة بنت المنذر في موطأ الإمام مالك، وسندها صحيح، وسندها صحيح، أنها رضي الله عنها قالت: كنا نحرم مع أسماء بنت أبي بكر فتسدل إحدانا جلبابها على وجهها حتى إذا ما جاوزنا الرجال كشفناه، فلا إثم عليك ولا حرج أيتها الفاضلة. وأسأل الله أن يديم عليك السترة وعلى بناتنا ونسائنا. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل كذلك عن حكم العمرة والأضحية بالتقسيط. لا حرج في ذلك، هذا من باب مراعاة أحوال الفقراء، لكن المهم ألا يغالي هؤلاء الذين يقسطون، لا يغالون على هؤلاء الفقراء والمساكين. نعم. لكن من حيث الحكم، الحكم أن هذا جائز إن شاء الله. فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، شكر الله لك. طواف الإفاضة ليس طواف القدوم، الفرق بينهما. طواف الإفاضة ركن، ركن من أركان الحج، يبطل الحج بإجماع إن تركه الحاج، يبطل الحج بإجماع إن تركه الحاج. طواف الإفاضة يكون في يوم النحر، لا يكون قبل يوم النحر أبدا. فإذا رمى الحاج بعدما وقف بعرفة وبات بمزدلفة ونفر بعد الصبح في مزدلفة إلى منى، فرمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وذبح إن كان قارنا أو متمتعا، عاد إلى بيت الله الحرام ليطوف طواف الإفاضة، ثم يجب عليه السعي، والسعي ركن من أركان الحج عند جماهير العلماء، ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا أو إن كان قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم، فيلزمه أيضا السعي على سبيل الإجاب. هذا هو طواف القدوم الإفاضة. أما طواف القدوم فهو الطواف الأول الذي تطوفه حول البيت حين تقدم على الكعبة وعلى مكة. فطواف القدوم يختلف عن طواف الإفاضة، إذ أن طواف القدوم ليس ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة. الأخ يسأل بأنه حج عاما فلم يطف طواف الوداع. طواف الوداع واجب، واجب عند جمهور أهل العلم، واجب عند الجمهور، يجبر بدم، وهو يسقط عن الحائض والنفساء،
يسقط عن الحائض والنفساء ويجبر بدم لمن لم يطف طواف الوداع، لكنه بفضل الله طاف حجة مرة ثانية وقد أدى المناسك كاملة لأنه لم يكن على علم بالمناسك في الحجة الأولى، فأسأل الله أن يجبره في الحجة الثانية وأن يتقبل منه حجته الأولى، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالمقولة الشائعة على الألسن التي هي تحية البيت الطواف ليست بحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما معناها أن الشخص القادم لعمرة أو لحج من بلد أخرى يبدأ عند قدومه ووصوله إلى الحرم في الطواف مباشرة في أعمال العمرة أو الحج مباشرة، لا يقال له صلي ركعتين ثم طوف، إنما يبدأ مباشرة في الطواف وفي إتمام أعمال نسكه. أما الذي هو بمكة أو وفد لغير عمرة أو لغير حج وأراد أن يدخل المسجد فلا يلزم بالطواف، لا يلزم بالطواف كتحية للمسجد الحرام، لا يلزم بهذا. فمثلا إذا اعتمر الشخص وجلس في فندقه بمكة أو في منزله وأراد أن يأتي للصلوات لا يقال له كلما دخل الحرم طف، فإن تحية البيت الطواف لا يقال له ذلك، بل أصبح المسجد في حقه كسائر المساجد من ناحية تحية المسجد أنه يصلي ركعتين والله أعلم. الثاني، من طاف يا شيخ بالكعبة دون وضوء؟ الطهارة للطواف عامة العلماء، بل الإجماع منعقد على أنه تشرع الطهارة للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قادم إلى مكة ابتدأ بالوضوء ثم طاف كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ولا خلاف بين العلماء في أنه مسنون ومشروع في الجملة. اختلفوا في حكم الطواف بلا طهارة، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ومن وهذا قول الجمهور العلماء، ومنهم من قال إنها واجب من واجبات الطواف، وهذا قول في مذهب أبي حنيفة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس شرطا ولا واجبا، إنما هو مسنون، وهذا قول أبي حنيفة، قول الثاني في مذهب أبي حنيفة، واختاره جماعة من أهل العلم. الذي ينبغي للحاج والمعتمر والطائف أن يحرص على الطهارة ابتداء، ثم إذا وقع منه حدث ولم يتمكن من التطهر أو وقع حدث وخلص طوافه ثم جاء يسأل فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لأنه ليس هناك دليل بين صريح في أن الطهارة واجبة أو أنها شرط للطواف. فيصح أن يطوف ولو لم تكن ولو لم يكن على طهارة. والذين رأوا الطهارة استدلوا بحديث ابن عباس ويروى مرفوعا والصحيح أنه موقوف، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام. وهذا الحديث يعني فيه مناقشة في دلالته، والذي يظهر أنه لا حرج في 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 الطواف، بمعنى أنه يصح الطواف ولكنه يخالف السنة، والأولى أن يقدم الطواف أن يقدم الطهارة على الطواف، والله تعالى أعلم. هذا أقرب لكم. طيب نص دقيقة. بتقول ان هي راحة عمرة، ده كلام مهم جدا، راحة عمرة، والان في توسعة للصفا والمروة، وفي اشكال حتى في بعض اهل الفضل وبعض اهل العلم قالوا بان العمرة لا تصح لان المسعى الجديد الان خارج حدود الصفا والمروة، وهذا كلام خطر وخطأ، وقد اثبت العلماء علماؤنا هنالك، ده أمانة إخواننا ومسؤولية عظيمة، أثبت علماؤنا هنالك الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله وهو المفتي وبرئاسة الشيخ عبد العزيز لجنة الإفتاء وكذلك وزارة الأوقاف، وأحضروا شهادات من آباء كبار تجاوزوا 100 عام والتسعين عاما، وذهب هؤلاء أمام القضاء في المحاكم الشرعية وأقسموا بالله
قسما يرضون به ربهم أن هذا المكان في مكان السعي، أن هذا المسعى الجديد في مكان السعي في المسجد القديم، وهؤلاء أناس بينهم وبين الله لحظات. لا أتصور أن واحدا من آبائنا الكبار من أهل بلاد الحرمين ممن جاوزوا 90 و100 يكذب وهو يلاقي ربه تبارك وتعالى. فأرجو ألا يتكلم أحد من إخواننا حتى من أهل العلم هنا إلا بعد التثبت والتأكد، لأن هذه الفتاوى بدون تمحيص وبدون تثبت وبدون تحري يعني تحدث بلبلة عظيمة في الأمة، وبعدين نأخذ جهدا كبيرا وجهدا طويلا لإزالة هذا اللبس وهذا الغبش. فبفضل الله تبارك وتعالى علماء بلاد الحرمين ليسوا يعني لا ينبغي على الإطلاق أن يقلل أحد في أهليتهم ولا في صدقهم ولا في أمانتهم، فهم أهل علم وأهل فضل وأهل أمانة، ولا يحل لأحد أن يتهم هؤلاء بأن أحدهم قد يبيع دينه، قد يبيع دينه. من يتحمل هذه أمام الله تبارك وتعالى أن يقول للناس بأن العمرة صحيحة وهو يعلم أن المسعى في غير مكانه؟ من يتحمل هذا أمام الله عز وجل؟ فأقول لأمنا الفاضلة أبشري، والمسعى الجديد في مكان المسعى القديم، وهذه الزيادة والتوسعة أسأل الله أن يوسع عليهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في موضعها شرعا وعقلا، في موضعها شرعا وعقلا. ومن يذهب ليرى حال الحجاج والمعتمرين ومن يسعون بين الصفا والمروة في الحج ولا سيما السعي بعد طواف الإفاضة يعلم أن هؤلاء الناس من المسؤولين في بلاد الحرمين يقومون بعمل عظيم، وعلى كل مسلم أن يدعو الله عز وجل لهم في هذه التوسعة المباركة، سواء كان في رمي الجمرات أو في المسعى للتيسير على الناس. أنا كنت هناك العام الماضي، والله العظيم أغلقوا أبواب الحرم، أغلقوا أبواب الحرم، وهذا لا يكون أبدا، لأن الناس في الحرم سيقتلون من شدة الزحام، في المسعى سيقتلون من شدة الزحام. فجزاهم الله خير الجزاء، وأقولها ورب الكعبة لله، لله جزاهم الله خير الجزاء على هذه التوسعة، وأسأل الله أن يوسع عليهم في الدنيا والآخرة. والعمرة صحيحة والسعي صحيح حتى في المسعى الجديد بشهادة المتخصصين والمتقدمين في السن من أبائنا الكبار ممن أقروا أمام القضاة الشرعيين بأن المسعى الجديد في موطن السعي القديم في المسجد القديم قبل التوسعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأحمد الله أن وفقني للإجابة على كل ما طرح علي من أسئلة في هذه الحلقة المباركة. أرجو منك يا شيخ أن تنصح الأخوات العاملات في المسجد النبوي أن يخفضوا أصواتهن في الروضة وأن يرحموا المسنات. هذه دعوة لأخواتنا، دعوة لأخواتنا الفاضلات العاملات في المسجد النبوي، بل وأدعو أيضا إخواننا من المسلمين وأخواتنا من المسلمات، لا يجوز لمسلم على الإطلاق ولا لمسلمة أن ترفع صوتها في حضرة المسجد النبوي، في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الروضة أو حتى في المسجد، لا يجوز يا أخي. والله العظيم أنا أتألم غاية الألم لسوء الأدب، لسوء الأدب من كثير منا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت بعض إخواننا يتحدثون في الهواتف المحمولة أو النقالة، والله العظيم في الروضة الشريفة، في الروضة الشريفة وأمام القبر الشريف، وعمال بيتكلم بصوت عالي. قلت له يا أخي اتق الله، تعلم الأدب يا أخي، تأدب أنت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لك أن ترفع صوتك في المسجد النبوي. هذه بقت كارثة الآن، وهذه من فتن العصر، من فتن الزمان. في المسجد النبوي يعني فتنة المحمول، فتنة المحمول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو الهاتف النقال أو الجوال، في كل مكان في المسجد تسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قد تصلي على أنغام الأجراس وأنغام الموسيقى، وإن الله وإن إليه راجعون. يعني أليست لهذا المسجد الشريف حرمة؟ فضلا عن أنك يعني قد تكون في الروضة الشريفة وقد تكون أمام القبر الشريف، هذا لا يليق يا أخي. روى الإمام البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في المسجد النبوي إذ حصبني رجل بحصاه، يعني واحد رماه بحصى صغيرة كذا، قال: فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب فأشار إلي تعالى، فذهبت إليه قال: اذهب وأتني بهذين الرجلين
وأشار عمر بن الخطاب إلى رجلين قريبين من القبر الشريف فناداهما، فجاء الرجلان إلى عمر رضي الله عنه فقال لهما الفاروق عمر من أين أنتما؟ قال من الطائف. فقال لهما عمر والله لو علمت أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربة، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ شايفين الأدب؟ شايفين الأدب؟ أدب سيدنا عمر، مش راضي ينادي على السائب بن يزيد بصوت عالي، مش راضي ينادي على السائب بن يزيد بصوت عالي، لا رماه بحصاء عشان يلتفت إليه، عشان ما يناديش، عشان صوته ما يعلاش. ما هو تأدب لما نزل قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فقال والله لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ السرار، أي إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار. والصديق رضي الله عنه هكذا قال الصديق، قال الصديق لرسول الله والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ السرار، أي إلا كالذي يقول لأخيه سرا من الأسرار. أما عمر كان رسول الله لا يكلمه بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني حتى قل له ارفع صوتك يا عمر أنا لا أسمعك ماذا تقول. إلى هذا الحد، انظروا إلى الفارق الكبير بين أدب الصحابة مع البشير النذير وبين أدبنا نحن. يعني حقيقة يعني ما في أدب إلا عند من رحم الله في المسجد النبوي. أرى مسائل والله العظيم لا تليق أبدا، والله لا تليق أبدا. يا أخي أحمد الله عز وجل الذي من عليك وشرفك بزيارة المسجد وشرفك بالسلام على سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، فتأدب، تأدب ولا ترفع صوتك لا بمكالمة تلفونية ولا بمكالمة مع رجل ولا بنداء على رجل آخر، أنت في حضرة رسول الله فلتكن مؤدبا. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقناكم الأدب، وكذلك الأخوات العاملات وكذلك الإخوة العاملين. يعني هذا نداء لأي مسلم في المسجد النبوي أن يتأدب وأن لا يرفع صوته في حضرة رسول الله ولا في مسجد رسول الله. أسأل الله ألا يحرمناكم مقام الأدب، فهو من أعلى المقامات، إنه على كل شيء قدير. الأخ يسأل عن إخواننا الذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ثم يختفون لأداء مناسك الحج، الأولى لهم ألا يفعلوا ذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر وللضرر، لأنهم إن قبض عليهم رحلوا وتعرضوا للغرامة وتعرضوا للسجن، وهم ليسوا ملزمين بذلك، وقد قال ربنا تبارك وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا. أما إن جلس أحدهم وقدر له أن يبقى دون أن يتعرض لشيء ثم حج، فهل الحج صحيح أم لا؟ نعم الحج صحيح، وأسأل الله القبول.